وسهلا بكم في كليتنا. تستقبل لجنة استقبال الطلبة في كلية المصطفى الجامعة خريجي الدراسة الإعدادية بكافة فروعها للتقديم في أقسامها على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا. كليتنا تضم 8 أقسام: قسم طب الأسنان، قسم الصيدلة، قسم تقنيات المختبرات الطبية، قسم هندسة تقنيات الحاسوب، قسم هندسة تقنيات البناء والإنشاءات، قسم القانون، قسم المحاسبة، قسم التربية الرياضية والعلوم البدنية. يقبل قسم الصيدلة وقسم طب الأسنان وقسم تقنيات المختبرات الطبية خريجي الفرع العلمي والأحيائي. يقبل قسم هندسة تقنيات الحاسوب خريجي الفرع العلمي بما فيها الأحيائي والتطبيقي وخريجي الفروع المهنية. يقبل قسم هندسة تقنيات البناء والإنشاءات خريجي الفرع العلمي بما فيها الأحيائي والتطبيقي وكذلك التخصصات المهنية. يقبل قسم القانون خريجي الفرع العلمي بما فيها الأحياء والتطبيقي وكذلك الفرع الأدبي وإعدادية مفوضية الشرطة. يقبل قسم المحاسبة خريجي الفرع العلمي بما فيها الأحياء والتطبيقي وفرع الأدبي وإعدادية التجارة. يقبل قسم التربية البدنية والعلوم الرياضية خريجي الفرع العلمي بما فيها الأحياء والتطبيقي والفرع الأدبي وجميع التخصصات المهنية. كلية المصطفى سباقة في تخفيض الأجور للطلبة المتفوقين وذوي الشهداء وذوي الدخل المحدود، ومستعدون لتقديم كافة التسهيلات في عملية التقديم، وبالتوفيق للجميع.